السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بالف خير وفي احسن حال. اتطلبت مني كفتة الرز، ان شاء الله النهارده هنعملها في الكبة. في ناس بتعملها في الخلاط عادي، في ناس بتعملها في المفرمة عادي، في ناس بتعملها بره عادي، بس احنا النهارده هنعملها لكم في البيت ونسهلها عليكم ونخليها بسيطة بحيث تبقى انضف واضمن من اللي بتتعمل بره وهتطلع احلى كمان. خلاص، انا معايا هنا 3 ربط شبت وبقدونس وكزبرة، خلاص، ومعايا كمان هنا دول كوبايتين رز. خلاص، انا هعملها بربع كيلو لحمه مفرومه وشبت وبقدونس وكزبره، وادي هنا اهو ده كوبايتين رز اتغسلوا كويس وسبتهم اتصفوا ونزلوا ميتهم، وبعدين حطيتهم على فوطه مطبخ نظيفه كده بحيث ان هم يجفوا. انا عايزه الرز يكون مندي، مش عايزاه يكون ناشف قوي ولا مبلول قوي علشان ما يبوظش المطحنه بتاعتي. هنطحن الرز وبعدين نشوف هنعمل ايه في باقي المكونات وايه هي المكونات اللي فاضله. بصوا، دول اول حبه طحناهم، هما هقول لكم بس تعملوا فيهم ايه وبعدين انا هكمل باقي الكميه. ده لما بيتطحن الرز بيبقى اسمه دقيق رز، لو مش عايزه تطحنيه في البيت ممكن تشتريه من بره عادي، بس احنا بنقول الاضمن يبقى عندك انت في البيت، انت غسلاه بايدك وضمناه بايدك. علشان اضمن ان ميبقاش فيه رز لسه سليم، الحبه اللي هعملهم هعملهم كده بالمصفى سريع سريع بحيث انه ينزل لي الناعم والخشن يفضل فوق احط عليه واكمل باقي الكميه. هعمل كل الكميه بنفس الطريقه وبعدين هرجع لكم. طيب يا بنات، الكفته هنعمل لكم على المقادير بتاعتها دلوقتي. ده ربع كيلو لحمه مفرومه، اي نوع، جملي بقى، كندوز، لحمه عادي شاريه من السوبر ماركت مفيش مشكله. هياخد معايا كوبايتين رز، يعني ربع كيلو اللحمه بياخد كوبايتين رز مطحونين، او ممكن تشتري دي الرز من اي عطار. ومعايا نص ربطه شبت، نص ربطه بقدونس، نص ربطه كزبره، بصلايه كبيره محترمه كده، واربع فصوص ثوم. ويلا بينا على الكب. طيب، اول حاجه هعملها هي ان انا هفرم البصل والثوم مع بعض، هفرمهم الاول مع بعض. ما فرمتهمش فرمه ناعمه قوي علشان لسه هحط معاهم كمان الخضار يكمل فرم معاهم علشان البصله ما تنعمش قوي معايا. وهكمل ضرب. وهي الكبه شغاله هبتدي انزل ربع كيلو اللحمه حته بحته كده صغيره علشان تلف معايا. بسم الله. شايفين انا لسه ما كملتش ضرب وهي ريحتها من غير اي حاجه زي الفل، يعني احنا لسه ما كملناش، لسه هنفرم تاني. هديها بقى فرمه كمان تنعم كلها مع بعض، البصل مع الخضره مع الثوم مع اللحمه، وبعدين هنبتدي ننزل الرز تدريجيا بنفس الطريقه اللي نزلنا بيها اللحمه، يعني هننزله شويه بشويه. فاديها فرمه كمان وبعدين نبتدي نحط الرز. هبتدي بقى احط الرز حبه بحبه كده وهي شغاله. هكمل انا واخلص كمية الرز كلها عشان الدوشة اللي عاملاها الكبة دي، وبعدين هرجع لكم تاني. ادي الكفتة وانا جربت اصبعها زي الفل وماسكة نفسها، هي مش محتاجة اي حاجة وريحتها تحفة من غير اي حاجة. هحط لها بهارات ايه؟ فلفل اسمر، دي قبل الضربة الاخيرة اللي هديها لها في الخلاط، سنة ملح صغيرة بس علشان يبقى ليها طعم، عشان انا من الناس اللي بتحب تاكلها محمره. دي دقه وكمون، وهديها السبع بهارات. ادي الكمون، واخر حاجه هديها لها سبع بهارات، واديها لفه في الكبه تاني وفي الاخر هنزلها.
الكفتة اهي على فكرة هي لونها اخضر مش اللون ده، بس علشان هي في الاضاءة الاضاءة فاتحة قوي فمش باينة لكم قوي. الربع كيلو وعمل كمية محترمة جدا داخل في نص كيلو زيادة. هسيبها في التلاجة شوية نص ساعة بس كده هتمسك نفسها، وبعدين هجيب شوية زيت واصبعها. بصوا حبايبي الكفته ده ربع كيلو الكفته، شايفين عمل قد ايه ما شاء الله. انا حاطه زيت على النار هحمرها. انت عايزه تشيليها كده في الفريزر وتطلعيها تحمريها وتحطيها في التقليه بتاعتك ماشي، عايزه تحمريها بس ده الافضل يعني، حمريها افضل لك الاول. عايزه اقول لكم على حاجه بقى، انا حاطه زيت على النار وهحطها فيه اهو احمرها. عايزه اقول لكم على حاجه مهمه جدا، هسيب لكم لينك بتاع قناه معدودي في صندوق الوصف، وهسيب لكم في اللينك في الكومنت المثبت. هي عامله الكفته بنفس الطريقه دي، انا خدت الطريقه منها بس هي عاملاها في الخلاط وضايفه لها حاجات تانية، يعني هي ضايفه لها ميه وضايفه لها بقسماط مطحون علشان هي عاملاها في الخلاط. احنا عملناها في الكبه من غير الكلام ده كله ده. لو انت مش عندك كبه وعندك خلاط تقدري تروحي تعمليه بنفس الطريقه بتاعت معدودي، هسيب لكم اللينك بتاعها ان شاء الله في الديسكريبشن بوكس، وهسيبه لكم كمان في الكومنت المثبت. خلاص يا بنات انا حطيتهم كلهم في كيس واحد، وانا بيبقى سهل عليا هي ما بتلزقش في بعض، فبدل ما احط كذا كيس واقسمها على وجبات وتملي الفريزر لاني بس للاسف مش عندي مكان، فحطيتهم كلهم في كيس واحد، ولما احتاج اطلعها تفك واخد منها اللي انا عايزاه. ودلوقتي بقى هحط اللي فاضلين دول في التسبيكه، ولما تستوي ان شاء الله اوريها لكم. هي ما بتاخدش حاجه، فورتين بس وحبه ملح وانتهى الموضوع. اشوفكم بقى في فيديوهات جايه تانية كتير. ما تنسوش تزوروا اللينك بتاع الكفته في الخلاط، كفته الرز في الخلاط بتاع معدودي، هسيب لكم اللينك بتاعه زي ما قلت لكم. سلام عليكم.